تعالوا نشوف بقى. طبعا فاكرين روني النجم الانجليزي واين روني هيخوض تجربه تدريبيه جديده في انجلترا. اعلن نادي بيرمنغهام سيتي رسميا تعيين واين روني مديرا فنيا للفريق، وكان روني قد حل عن تدريب طبعا دي سي يونايتد الامريكي قبل يومين اثنين بس، وسبق ان درب طبعا ديربي كاونت الانجليزي. وقال بيرمنغهام في بيان رسمي: يسر بيرمنغهام سيتي ان يعلن عن تعيين واين روني كمديرا فنيا بعقد مدته 3 سنوات ونص. واضاف البيان: يعاون روني زميله السابق في منتخب انجلترا اشلي كول مساعد مدرب منتخب انجلترا الحالي تحت 21. طبعا فاكرين اشلي كول نجم ارسنال وتشيلسي الانجليزي، طبعا واحد من الناس اللي كانت في ناحيه الشمال حاجه قويه جدا يعني. واين روني طبعا مهاجم ما حصلش، بس تخيلوا ان واين روني من سن كريستيانو رونالدو، وده مدرب وده لسه بيلعب كوره لحد دلوقتي. ما هو ده بقى اللي بيحافظ على نفسه في الملعب. الاثنين دول واين روني وكريستيانو رونالدو زملوا بعض في مانشستر يونايتد، وكان فيه طبعا فاكرين انتم مشكله منتخب انجلترا وفي البرتغال وهما الاثنين ضد بعض وبتاع، وكان سبب من رحيل رونالدو خلي بالكم من مانشستر يونايتد. فاكرين ان الاثنين دول كانوا جيل واحد، دلوقتي ده مدرب وداخل اهو في قصص كتير كمدرب، وده لسه بيكتب تاريخ لحد النهارده كلاعب. يعني كره القدم احيانا بتديك دروس كده في ان اللي عايز يكمل بيكمل واللي عايز يبطل بيبطل، واللي شايف نفسه في حته تانية بيروح لها كمدرب. يعني حقيقه يعني الحاجات دي كلها بتلفت نظري مش عارف ليه.